عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام في كل مكان أهلا بيكم. النهاردة بإذن الله تعالى عرض مميز جدا لسلالة الماعز البور وخلايط الشامي، عرض بمشيئة الرحمن كلهم على بعض كده يجوا بسعر حتتين من الأسعار اللي احنا بنسمع بيها. معانا زي ما حضراتكم شايفين معيز والدة خلايط بور، والطلوقة ده ما شاء الله ده كاسر 6 سنات، وزنه داخل في 80 كيلو، 78 كيلو بالظبط، ما شاء الله حاجة كويسة جدا. ده جيل خامس، صاحبه شاريه على أساس إن هو جيل خامس، مواصفات ما شاء الله. الكاميرا حسام مش جايباها، لف كده يا أستاذ محمد بإذنك. حاجة وحشة أول ما شاء الله، طلوقة خليط بور وبتشوف حد طبيعة، يعني الخلف بتاعه موجود أهو، الخلف بتاعه موجود ما شاء الله. ده الجزء اناتي، هنعرف تفاصيل العرض كلها كامله بمشيئه الرحمن بالاسعار بالتفصيل. معانا ده الطلوع ده بس محمد ماسكه، ده ذكر جيل خامس كاسر 6 سنات على الميزان داخل في 80 كيلو، واقف على العلف اهو، مفيش على العلف الاخضر ما شاء الله بطل. ومعانا النهارده كمان بقى ايه، يعني مشروع جاهز كامل، شايفين صدره ما شاء الله، افتح كده ارفع كده ده راسه فوق، شايفين ما شاء الله صدر الجدي عامل ازاي؟ ما شاء الله رقبة عبر. معانا ايه بقى تاني؟ معانا معزتين والدين من الذكر ده، سيبوا كده يا استاذ محمد. الطلاق ده اللي كان الاستاذ محمد ماسكه، لو حسبت سعره على سعر اللحم النهارده يعتبر بسعر اللحم، طلوق ابور جيل خامس، وزن ما شاء الله وتحويل كويس جدا، عامل 14.5، الذكر عامل 14.5، والمفاجأة كمان الأسعار بتاع المعز اللي انتم شايفينها دي. دول معزتين ما شاء الله حجم وتحويل كاسرين جوز سنات، بعد اذنك كده افتح لنا سنهم، واحده فيهم كده كاسرين جوز سنات، المعيز دي خليط، شوف اثنين اهو، اثنين يعني اول ولده ليه، والمعزه الثانيه كده ما شاء الله دي كاسره جوز سنات برضه، يعني ما شاء الله دي اول بطن ليهم. المعزتين دول خليط شامي ممكن في زرايبي ما شاء الله، وراهم ربعيتين خليط بور، الاثنين اللي وراهم ما شاء الله احسن منهم، الاثنين اللي وراهم ما شاء الله احسن منهم، الاثنين ما فيهمش اي مشاكل. الدرع سليم شغال يا استاذ محمد، شوف دي بترضى عيط وانا كده بترضى، سيب دي سيب دي، دي بترضى عيط منه، قرب كده الدرع هنا، قرب كده ما شاء الله الدرع اهوت، بسم الله ما شاء الله. والثانيه برضو الدرع سليم، وراهم ما شاء الله ربعيتين، دي واحده ايه، الاثنين وراهم جوز انادي، يعني ما شاء الله ده اللي يعملوا مزرعه لوحديهم. المطلوب في الاثنين دولت بولادهم 9000 جنيه، الاثنين مطلوب فيهم 9000. ولسه كمان معانا ما شاء الله كمان حاجه معزه حجم جامبو عامله ازاي، هنشوفها دلوقتي. وادي بسم الله ما شاء الله معزه زي ما تقول عليها، قول حجم ما شاء الله تفوق الشامي، تقول عليها شامي، تقول عليها برقي، زي ما عينك تشوفها، بسم الله ما شاء الله، راخيه للولاده، المعزه السمر دي راخيه للولاده، اشار من الطلوقه البور، المعزه دي ما شاء الله اشار من الطلوقه البور، والسن بتاعها قافله، المعزه دي قافله، حجم ما شاء الله جامبو، والمعزه راخيه للولاده، والسن بتاعه مش مقلع ولا اي حاجه. المعزه دي مطلوب فيها 5500، اشار من جيلي بور جيل خامس، الطلوقه البور ده. ومعانا كمان ربعيتين خليط بور بسعر الشامي، اقل من الشامي كمان، ربعيتين خليط بور ما شاء الله عليهم. مفاجأة بقى، الاثنين دول عاملين 4500 جنيه، ربعيتين ما شاء الله عليهم، معدين الثلاث شهور ب 4500 يا بلاش. ما شاء الله، يبقى كده ربعيتين، والمعزة دي عاملة 5500 راخية عشار من الطلوقة ده. والمعزة دي ما شاء الله بنتها بتشرب منها ايه على الطبيعة. يبقى كده ده الاربع حتت، هي وبنتها والمعزه الثانيه الربعيه اللي جنبيها دي، والمعزه الثانيه عاملين 9، والطلوع البور عامل 14.5. ادي الطلوع البور على الطبيعه ما شاء الله. ومعانا كمان اخر حاجه في عرض النهارده، المعزه دي ما شاء الله حجمها حلو قوي، معزه مضروبه من الجدي ده، والبيع تسليم سونار، البيع تسليم سونار، المعزه دي مطلوب فيها 5000 جنيه والتسليم على السونار. سنها المعزه دي قافله، معزه ما شاء الله عليها حجم التحويل مطلوب فيها 5000 جنيه، يعني المعيز كلها ما شاء الله اسعارها للي عايز يبدا يربي فرسه ما شاء الله. ربنا يبارك لصاحب النصيب. لو عجبك بقى العرض وعايز تتواصل، رقم التليفون هيكون موضح
امام حضراتكم على الشاشه. متنساش بقى العجب الفيديو، تعمل لايك عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله في جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.